لترشح خلالها منتخب الوطني التونسي بضربة جزاء إلى التغطية على مستوى الدفاع. دكتور بل رقم زبير بايوة في التنفيذ وجيب ركنية. صابر جبل لو تمر الركنية ويطلق الهجوم سريع للفريق جنوب افريقيا عن طريق بارتلت وتوزيعه. مهدي بن سليمان يحافظ على الكرة, يحافظ مهدي بن سليمان, يدخل مناطق مهدي بن سليمان ومخالفة, مخالفة قريبة جدا من الخط تتحول الى هدف وتمر قوية. ومنقب الهادي برخيصة ونابل بيكمان من الصحفيين الملاحظين, وهجوم لصالح المنتخب جنوب افريقيا في التوزيع. هنالك برخيصة و ماسنجا يرجع الى موتانج, يوزع موتانج وحذاري هجوم وصبري, والنتيجة التعادل بدون اهداف بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب جنوب افريقيا. وفيش فيش بالرأس الجانبية مثل المدافعين التونسيين بقديدة وكذلك برخيصة يتقدم في الكرة الثابتة, وهو ايضا من اللعيبة اللي اختيروا برضه في موسى. فريد شوشان, عادل السلمي, قيس غزبان, ثم مهدي بن سليمان غير من المكان, مهدي بن سليمان يتوغل, مهدي بن سليمان وهنالك مخالفة املاك تعود الى مطن مطن. دكتور كيفالو في اتجاه مطن, وطيبة من طيبة من منير بقديدة, راح تعود المنتخب جنوب افريقيا وحين تقدموا الهدف. دكتور كومالو الحمد لله والحمد لله بسلام. هاي الإعادة أمامكم. ماسينجا, مهدي بن سليمان, مهدي بن سليمان وعادل السليمي أمامه. مهدي بن سليمان يحافظ على الكرة, مهدي بن سليمان, مهدي بن سليمان يتقدم قوية وخلعافة طيبة جدا, محاولة طيبة للمنتخب الوطني التونسي. مهدي بن سليمان النهارده موجود ليه من جهة اليمنى. مهدي بن سليمان, مهدي بن سليمان سيحاول الدخول, مهدي بن سليمان يحاول ويدخل, مهدي بن سليمان, مهدي بن سليمان يخرج كوره امام عادل السليمي. هذه اعاده للتوغل, مدافعان دخلا وخطوه واحده عادل السليمي وخطوه واحده لقدام, وكان مخالفه لمنتخب جنوب افريقيا ومقدده وتمر الى موتانج. موتانج يحاول يوزع وتمر, بعض الهجومات التونسية الى هدف باذن الله في هذا الشوط الاول. تصويبة قوية من السلمي, يستكر الكرة على السلمي, هناك مخالفة ضده, الحكم يترك الاسبقية ومرور بالكرة, مرور بالكرة عن طريق قيس الغضبان, قيس الغضبان في الجهة اليمنى, قيس الغضبان يمرر المهدي بن سليمان, مهدي بن سليمان, مهدي بن سليمان, هناك مخالفة ام لا, الحكم يشير الى 6 امتار. يبدو لي الى ربيبي وتويلا الفيش, فيش تحذير بالرأس وتحذير وتصويبه, وهنالك لصبري جاب الله بها من صبري جاب عادل السليمي تمر والهجوم ما تنجى, لكن صبري جاب الله يسبب فيه وحذاري, لان صبري جاب الله عنده انذار طويلة وشكر الواعي في نهائيات كأس افريقيا الامم رقم 20 هنا بجنوب افريقيا. كرة ترجع من ماسينجا وتفتك البوعزيزي والهجوم المعاكس في اتجاه عادل السليمي, حوار بين عادل السليمي وفيش, فيش الى حارس السليمي وافتكاك كرة لكن تعود من جديد لبوتي ليفي وتمر وحذاري, هجوم خطير وشكر الواحد سهلة ان شاء الله اللي بعدها يتم استغلالها. وهجوم لجنوب افريقيا, حذاري توزيع وبالراحة على العارضة بزار والحمد لله بالسلام بالعرض خطيرة جدا جدا, عملها جنة لمس الكرة, هو لمسها, لمسها هو داخلة جوه جول, يمكن تراسيل صعبة اهو يضربها في العرض وتطلع, ودكتور كماله بيلعبها في المدرجات. لغاية دي تعود الكرة, يمر يمر وهنالك المدافع ولا وجود لمخالفة, ما حدش لمسه, ما حدش لمسه,
وماشي اهو وماشي بعد ما الكره ما ادت فرصته للامم 96 من المنتخب الوطني التونسي المنتخب الشاب على المنتخب جنوب افريقيا. كومالو دكتور كومالو ومعه البوعديدي يمر كومالو يوزع حذاري وترجع من بوعديده بجانبه سريع للمنتخب جنوب افريقيا هنالك مخالفه لكن الحكم يتصل الاسبقيه موتانج يوزع موتانج وبالراس بجانبه شاهدت مخالفه الفائت من مادي بن سليمان كذا انا عايشه مادي بن سليمان يصوب كاد حبا ان يغلق هذا يثبت مادي بن سليمان مهدي بن سليمان حول المرور وقطعه يطالب بمخالفه مهدي بن سليمان بوتيليزي كومالو دكتور كومالو امام الحنين يوزع دكتور كومالو حذاري بالراس وجانبيه الكور اللي بيلعبوها الجانبيه وماسينجا والاعاده امامكم توزيع الدكتور كومالو في اتجاه ماسينجا ومحاوله اختطاف الكره من ماركاليلي اخذها محاوله التصويب وغلالي في بقيه هذا المشوار الهام للمنتخب الوطني التونسي تحضير وتصويب وشكري الوعد ممتازه من شكري الوعد لعبه جديده غارة يعني لعبه ان هو امسكها بايده وسابها لكن شوف عملها ازاي كانه هيمسكها بايده واتثابت لكن شكر من رادي بي والتحضير وضعية من صبري جاب الله والتقاط الكرة وصبري جاب الله من جديد هيبقى من صبري جاب الله في منافسين وتبقى الكرة لصالح المنتخب جنوب افريقيا التوزيع والشكري الواعر موجود جمادي بن سليمان وفيش يحتك الكرة فيش وتقدمه لكن لقيه متواجد وتماس لصالح منتخب جنوب افريقيا يأمر بإخراج لاعب لبقي بنك احتياطي منتخب جنوب افريقيا على فكرة لغاية دلوقتي كانت رضا 77 هدف بهدف بو عزيزي تفتك منه الكرة في اتجاه ماسينجا حذاري من هذا الهجوم سريع الهجوم فريد شوشان حطها في اتجاه مطعم المدافع الأمامي يقدم في مساعدات لخط هجوم وخط وسط يوزع قبل الخروج من صبري جاب الله ومن جديد لموتانج والهجمات دائما من الجهه اليمنى وتمر بالراس بعيده والحمد لله على مرمى شكري الوعد اخراج الكره في اتجاه سينكلير يوزع وحذاري وتمر على فكره وقف وده تسلل متاخر كثير يعني ودي خطيره جدا برضه باتجاه هذا مارك ويليامز اللي اخذ اذا الان مكان ماسينجا برخيصه من الجهه اليسرى برخيصه يتقدم يحاول التوغل يحافظ على كورته برخيصه طيب منه برخيصه ويوزع والمتابع في الركنيه كوره اللعبه مارك ويليامز باليمين والتوزيع وشكر الوعد ودي ضريبة اللعيبة المشهورين يعني مكاليلي ومخالفة لفائت منتخب جنوب افريقيا يحاول على فكرة كومالو في تنفيذ المخالفة تنفذ تمر وما زالت الكرة في اتجاه الهدف الاول في هذه المباراة سينكلير وترجع الكرة ثم توزع وليس سينكلير اللي سجل هل هنالك عملية تبع ام لا امام منتخب الوطن التونسي بعد 27 دقيقة لعب في الشوط الثاني ارتكاز كرة وحذاري وجه لوجه وتصويبه والهدف
الثاني الهدف الثاني بعد اقل من دقيقة اقل من دقيقة. مارك ويليامز والاعادة تقدم وجه لوجه و في اقل من دقيقة منتخب تونس منتخب شاب ومردودي يعني هي يذكر فيذكر وحذاري من الهجمات حذاري دكتور كومالو ومخالفة السليمي عادل السليمي طويلة اتجاه زبير بيا يخلص ام لا لا ما يخلصش على مستوى عالم مرور كره اتجاه عبد القادر بالاحسن وهنالك مخالفه من الحكم يامر بمسطره لعب مهدي بن سمان اللي يحكي عليه لوتشي زروق حاول كره لصالحه يحاول المرور مهدي بن سليمان وتفتك منه الكره ومخالفه ضد المدافع طبيعي يعني نازل بالكره فوق الميدان المخالفه بتاع الحكم كانت مش في مكانها لكن مرة اخرى نؤكد ان المنتخب الوطني التونسي فرصة المنتخب الوطني التونسي ركنية للمنتخب الوطني التونسي اعتقد يعني انا بحيي فريق تونس برضو انه صمد فترة طويلة وقول اولاني يمكن هو قلب موازين المباراة مرور دكتور كومالو يحاول المرور من جديد في الشوط الثاني مخالفة صاحب المنتخب الوطني التونسي زبير بيا في التنفيذ زبير بيا ينفذ في اتجاه لكل من ساهم في نقل ونجاح هذه التظاهرة الكروية الهامة هجوم لعادل السلمي تمشي اللحنيني لفقيه و رخيصة وبعيدة قلت تحيز الناس لنظمها هنا منذ أشهر في نفس هذا الملعب والحارس وهناك ركنية لصالح منتخب الوطني التونسي الكرة في اتجاه زبير بيا يستعد للتصويب يصوب وركنية أخرى لصالح منتخب الوطني التونسي ينفذ الركنية وبالرأس من رخيصة فوق المرمى مع الإشارة لأنه بالنسبة للطائرتين اللي قدموا هذا المساء هذا الصباح إلى من تونس سيقلعان في حدود الساعة الثامنة والتاسعة مساء من هنا من جنسوك يأتي الأونة الحكم الأوغندي سيد مارتن بيه يعلن عن نهاية هذا الدور النهائي بتفوق جنوب أفريقيا